طيب، السلام عليكم. أهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح استعرض معكم أو نريكم العروض حق أبو ستور. العروض راح أحط لكم برامج، كل برنامج راح أتكلم عن راح يكون تحت في الديسكريبشن الرابط حق الحملة. طبعا العروض راح تكون مؤقتة، يعني إذا شفت الفيديو بعد يوم ويومين فتحت الرابط وفتحت الأبو ستور حق البرنامج اللي تبيه وأنا شفته عندي مجانا فتحته طلع عندك بفلوس، لأنه رجع العرض مثلا تكنسل، لأنه في وقت محدد للعروض. مثل ما نشوف الحين يوم الأربعاء عندي يوم 27 مي، فراح نشوفه الحين المجاني، فلحق عليه إذا كنت تبي تشوف الفيديو هذا في نفس الوقت راح تلحق على العروض. طيب، في أشخاص بيجون يقولوا أوكي أنت ما حطيت اسم البرنامج في الديسكريبشن تحت بس حط الرابط. لا، الاسم موجود في نفس الرابط في أب ستور. مثلا هذا البرنامج راح تشوف الاسم حقه بعده، مثل هذا البرنامج اللي طلعت لكم إياه راح يكون اسمه هذا هو ثاني على طول. فخلونا نبدأ. طيب، أول عرض نبدأ معكم دي اللعبة قيمته دولارين، الحين مجاني لفترة. اسحب الشاشة لفوق وتوصل لها بما أنك في سناب شات. يعني نجي اللعبة الثانية، لعبة تركيب مثل ما نشوف، قيمته 99 سنت، الحين مجاني لفترة. برنامج سيفتي نوت، برنامج طبعا نسخة البلاس، برنامج قيمته بدولارين، الحين مجاني لفترة. أنك تحط برنامج حق النوت حق ملاحظات، تحط لي رقم سري أو وهو يدعم الرقم السري وتسجل في ملاحظاتك. برنامج جوس واتش مثل ما نشوف، برنامج تقدر تشوف بطارية جهازك الايفون من الساعة، مثلا حط جهازك يشحن يجيك تنبيه. قيمة البرنامج تقريبا كان ب$6، الحين مجاني فترة. يجيك نوتيفيكيشن برضه إذا جهازك مثلا ابل واتش شحنت فل ولا الايفون مثلا شحن فل، يجيك شعار. برنامج يحسب لك عدد تنازلي لحق الاشياء اللي بتسويها، مثلا عندك رحلة مثلا بتسافر ولا شيء، يحسب لك بالأيام والعدد التنازلي بالدقائق برضو بالثواني. مثل ما نشوف برنامج كان ب$3 تقريبا، الحين مجاني لفترة. برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي، قيمته ب$2.99، الحين مجاني لفترة. تقدر مثلا ترتب الصور حقينك على حسب الرحلة عندك، على حسب التاريخ، على حسب اللون. مثلا تختار مثلا الصور باللون الأخضر أو الأزرق أو الجري، يطلعوا لك إياهم كنا نرتبهم. تقدر تسوي بحث على حسب مثلا الأماكن، مثلا تكتب بحر يطلع لك صور البحر، نفس برنامج أبوس اللي موجود في الآيفون. تقدر تسوي الحركة، لكن في ميزات ثانية على الألوان الأشياء دي، تقدر تقرأ عن كل شيء هنا موجود. برنامج بيبي تشيك ليست من الاسم، ترتب لك مثلا شخص حامل بنت حامل مثلا، وترتب الأشياء اللي بتشتريها هنا، الترتيب حق الأشياء كلها وبس، ترتيب حق المستلزمات يعني، يلين ينتفخ بطنه وخلاص يطلع. قيمة البرنامج كان بدولار، الحين مجاني فترة. لعب الأطفال كان قيمتها ب$7، الحين مجاني فترة. لعبة قطار ما نشوفها، فتقدرون تجربونها أو لعيالكم يعني تحملونها وتجربونها. لعبة قيمتها ب$10، الحين عليه خصم صارت ب$4. اللي يحب دي الألعاب مثل ما نشوف، لعبة للبنات الصغار كان قيمتها ب$2، الحين مجاني الفترة. مثل ما نشوف اللعبة قصص وفي تركيب، في مهام تسويها البنت أو الطفل. لعبة الريسينج دي كانت دولار أو $3، الحين بدولار. مثل ما نشوف برنامج الليست هذا كان قيمته ب$2، الحين مجاني لفترة. تسوي لك ليست وتسوي الأوامر حقينك، مثلا خلصت الليست أو شيء. للي يحبون فلاتر، برنامج فلاتر كان ب$2، الحين مجاني لفترة. برنامج بودي ترينينج، أوكي، للرياضة. طبعا اول مره نشوف برنامج كذا الريتنج ما في الا واحد مقيمه، كان بدولار خلاه مجاني الحين يبي اشخاص يستخدمونه. مثل ما نشوف برنامج عمل تصاميم 3D للمحترفين، اوكي، كان قيمته ب$3، الحين قيمته ب$2. مثل ما نشوف الفورمات حق الملفات، هذهم المحترفين رايح يعرفون الفورمات دي. برنامج الحمل يسمونه ولا الحامل،
يعلمها مثلا المشي ما المشي، وفي تواريخ هنا ويعلمك الأشياء اللي بتسويها، وتقدر تحط مثلا كاونت لحق الأشياء. فبرنامج كان بفلوس الحين مجاني الفترة. هذه اللعبة ما أتوقع أحد ما شاف لها دعاية أو إعلان، كان قيمتها تقريبا $5، هي مختارة من أفضل برامج أبو ستور مثل ما نشوف. الحين عليها خصم 99 سنت.